بسم الله، هنكمل شرح باقي الوحدة الأولى أو الوحدة الخامسة. بنتكلم عن الطاقة الحركية، فكنا اتكلمنا عن الطاقة الحركية ونظرية الطاقة الحركية والشغل، واتكلمنا إن الشغل فيه منه نوعين، يا إما مبذول من قوة ثابتة فبيساوي الـ F في الـ D في الكوزاين الثيتا ما بينهم، يا إما من قوة غير ثابتة، وقلنا ده إن هو عبارة عن تكامل القوة بالنسبة للإزاحة. طيب بعد كده هنتكلم على نوع تاني من أنواع القوة، يعني اتكلمنا عن قوة الجاذبية وشوفنا الشغل المبذول منها. دلوقتي هنتكلم عن قوة الزنبرك. فالزنبرك ده كنا اتكلمنا عليه قبل كده، مش حاجة جديدة. فكانت ايه الفكرة فيه؟ الفكرة فيه ان احنا عايزين نعرف ان لما جسم يأثر على زنبرك، لما قوة تأثر على زنبرك، انا دلوقتي ايه الزنبرك ده اللي هو بيبقى عامل زي السوستة كده، بتلاقيها في الألم الجاف مثلا أو بتلاقيها في حاجات كتير. فلو أنت جيت تضغط زنبرك وسبته هتلاقيه يقوم راجع تاني. فزي ما كنا اتكلمنا قبل كده، فمش هنستفيد كتير في الشرح، إن كان أي زنبرك بيبقى ليه موضع اتزان، لما بتيجي تحركه بعيد عن موضع اتزانه سواء بالانضغاط أو بالتمدد، فإيه اللي بيحصل؟ بينشأ جوه الزنبرك طاقة، قوة اسمها قوة الزنبرك، الاف سبرينج. طيب الاف سبرينج ديت العالم اللي اكتشفها اسمه هوك، فعمل قانون، قعد يجرب زنبركات، فوصل لقانون ان القوة اللي هتنشأ في الزنبرك هتساوي سالب كي في اكس، وده قانون العالم اللي اخترعه اسمه هوك. يعني ايه القانون ده؟ يعني القوة التي تنشأ في الزنبرك نتيجة تمدده مسافة معينة بعيدة عن موضع اتزانه، يبقى ايه الاكس ديت؟ هي الازاحة عن موضع الاتزان. فالقوة المتجهة دي بتبقى في عكس اتجاه الازاحة اللي بتحصل دي، بمعنى ان لو احنا ضغطناه فالقوة بتشير في اتجاه اليسار بالسالب، وبالتالي الدلتا اكس اللي حصلت للزنبرك سالبة، فالقوة اللي هتنشأ في الزنبرك عايزة تعيده لموضع اتزانه تاني هتبقى موجبة. فايه اهم حاجة في مسائل الزنبرك؟ اهم حاجة ان لما يقول لي في قوة اثرت على زنبرك فضغطته او مددته، بستنتج حاجتين. اول حاجة ان القوة اللي هتنشأ في الزنبرك هتساوي القوة اللي ضغطنا بيها الزنبرك او مددناه بيها، ولكن في عكس الاتجاه. وتاني حاجة هستنتجها ان قوة الزنبرك بتساوي سالب كي في اكس، ودي هتحللنا مسائل كتير جدا. يقولك ضغطنا زنبرك بقوة 50 نيوتن، احسب وليكن ثابت الزنبرك لو ضغطناه مسافة 4 سنتي بعيد عن موضع اتزانه، فبتقوم مساوي القوة دي ان هي في عكس اتجاه القوة اللي هتنشأ في الزنبرك، والقوة اللي هتنشأ في الزنبرك هي دي، فتساوي 50 بيساوي سالب كي في الاكس اللي هي سالب، لان قلنا ضغطناه، فتبقى بسالب ونحولها المتر ونجيب ثابت الزنبرك. فخلي بالكم من النقطة دي، لما اي قوة تأثر على زنبرك فتضغطه او تمدده، فالقوة اللي هتنشأ في الزنبرك هتساوي القوة دي مقدارا ومعاكسة ليها في الاتجاه، زائد ان احنا عندنا قانون تاني لقوة الزنبرك اللي هو قانون هوك. فده بيسري على اي حاجة، لو جاب زنبرك وعلق فيه كتلة، فمعنى كده ان الزنبرك ده هيتمدد، فالدلتا اكس ديت نشأت عن الكتلة ديت ازاحة الزنبرك الاسفل عن طريق قوة وزنها. فافهم من كده ان هيتولد في الزنبرك قوة بتساوي قوة الجاذبية او قوة الوزن في عكس الاتجاه، والجاذبية دي هتبقى بسالب ام جي لان الجي للاسفل، فهتبقى الاف اس للاعلى، وهكذا. طيب فبنقول قانون هوك بيقول لو سحبنا طرف زنبرك بقوة خارجية بعيدة عن موضع اتزانه سواء اليمين او اليسار، فسيتولد في الزنبرك قوة عكس اتجاه القوة الخارجية نحو موضع الاتزان بتساوي قوة الزنبرك الـ Fs.
فالاف اس بتساوي سالب كي في الازاحه اللي هي اكس ناقص اكس، وبتساوي سالب القوه الخارجيه. طب ايه ثابت الزنبرك ده؟ لو انت جبت السوسته بتاعت القلم مثلا، غير الزنبرك ده برضه بيبقى موجود في العربيات اللي بنسميه المساعدين، اللي هو بيبقى فوق العجل كده، فلما نيجي نطلع مطب مثلا العجل بيقوم طالع. لو مفيش الزنبرك ده هنحس احنا بالخبطة دي جامد، ارتفاع العجل ده هيأثر فينا جامد. امال ايه اللي بيحصل؟ ان بنحط حاجة بتمتص الصدمة دي، فهي اللي تتضغط واحنا منحسش بالصدمات اللي في الارض دي. فايه الفكرة؟ ان هل لو جبت الزنبرك اللي فوق العجل ده والزنبرك بتاع اللي موجود في القلم، هل الاتنين هتعرف تضغطهم بنفس القوة؟ فبنقول لا. ايه الاختلاف؟ ثابت الزنبرك. فثابت الزنبرك ده هو معناه هو صلابة الزنبرك، وبيعتمد على ايه؟ على خصائص المادة المتكون منها الزنبرك. فمن الكلام اللي احنا قلناه، كل ما الكي زادت معنى كده ان الزنبرك ده بقى اقوى، يعني هيبقى صعب ان انا اضغطه ولا اضعف؟ هيبقى اقوى. فثابت الزنبرك دايما موجب، ووحدة قياسه تعالوا نستنتجها. انا عندي القانون اهو، لو عايز استنتج وحدة القياس ده، فكي هتساوي الاف اس على الدلتا اكس، فدي بتتقاس بالنيوتن ودي بتتقاس بالمتر، والنيوتن ده ممكن احلله الكيلو جرام في متر على ثانية، هو بيساوي اف في دي، الاف قصدي بتساوي الام في الاي، متر على ثانية تربيع على متر، فممكن نقول ان هو بيساوي كيلو جرام على ثانية تربيع او نيوتن على متر. وزي ما اتفقنا ان بتتناسب مقدار قوة الزنبرك اللي بنسميها قوة الارجاع طرديا مع ازاحة الزنبرك عن موضع اتزانه، يعني كل ما ضغطت السوستة اكتر كل ما هينشأ قوة في الزنبرك اكبر عايزة تعيده لموضع اتزانه، لكن لو ضغطته لمسافة قريبة فهيتولد قوة قليلة طرديا مع الازاحة دي. ويكون اتجاه قوة الزنبرك قلنا في نفس اتجاه الازاحة ولا عكسها؟ عكسها، لانه دايما بيشير نحو موضع الاتزان، والازاحة اللي بتحصل بتبقى بعيدة عن موضع الاتزان، فهو دايما عايز يرجع لنقطة الاتزان بتاعته، وده سبب الاشارة السالبة في القانون. واخر حاجة بنقول، لا ينطبق قانون هوك على تمدد الزنبرك بشكل مبالغ فيه، يعني لما انت جبت السوستة بتاعت القلم دي وقمت شاددها جامد خالص وهتسيبها هتلاقيها مش هترجع. ليه؟ لان انت تعديت حدود المرونة بتاعتها، فقانون هوك ما عادش هيتطبق في الحالة دي، يعني ما عادش هيتولد في الزنبرك قوة مناسبة للإزاحة. فقانون هوك بينطبق بس على التمددات او الانضغاطات اللي بتبقى في حدود المرونة. طيب، فعرفنا القوة، واحنا الوحدة دي عمالين نتكلم على الشغل، شفنا قوة الجاذبية وشفنا الشغل المبذول منها، وشفنا قوة الشخص اللي بيرفع او ينزل حاجة والشغل المبذول منه. طب دلوقتي القوة بتاعت الزنبرك دي، احنا اتفقنا ان انا لما اجي اضغط الزنبرك دلوقتي وليكن المسافة دي بعيدة عن موضع اتزان، ايه اللي هينشأ في الزنبرك؟ قوة الزنبرك او قوة الارجاع متناسبة مع الدلتا اكس، فعند النقطة دي هيتولد جواه قوة كبيرة. طب لما سيبه يبدأ يرجع وليكن بقى هنا، فالقوة المؤثرة في الزنبرك هنا بتتناسب مع الدلتا اكس الباقية وهو راجع، فكل ما الدلتا اكس بتقل كل ما الاف اس هتقل. عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل لان اثناء رجوع الزنبرك ده لموضع اتزانه تاني، القوة اللي بتأثر عليه هي مش قوة ثابتة، وبالتالي الشغل المبذول من قوة الزنبرك مش هقدر اقول ان هو الاف اس في الدي في كوزاين سيتا. امال احنا قلنا الشغل المبذول من قوة متغيرة يساوي ايه؟ يساوي تكامل القوة المتغيرة دي بالنسبة للازاحة. واحنا قلنا ان قوة الزنبرك هي عبارة عن سالب كي اكس، والكي ده ثابت يعني اقدر اطلعه بره هنا، اطلعه بره التكامل. طب تكامل الاكس يساوي ايه بالظبط؟ هيساوي ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، وعندي هنا سالب كي، وهعوض مره
باكس انيشال، اكس فاينال ناقص اكس انيشال. فيطلع لي القانون عامل ازاي؟ سالب نص كي اكس فاينال سالب سالب نص كي اكس انيشال تربيع. فلما نيجي ناخد السالب عامل مشترك هيتبقى لنا نص كي اكس فاينل تربيع ناقص، لان دي سالب في سالب بموجب، واخدت السالب عامل المشترك نص كي اكس انيشال تربيع. فيا اما بالطريقه دي، او يا اما لو انا كنت سايب السالب عادي ودي هتبقى موجب. فالشغل المبذول من قوة الزنبرك هو يساوي سالب نص كي اكس النهائية تربيع زائد نص كي اكس الابتدائية تربيع. ولو اعتبرنا ان موضع الاتزان بتاعه هو نقطة الصفر، فهيبقى الشغل المبذول من قوة الزنبرك بتساوي موجب او سالب نص كي اكس سكوير. تقول لي ليه موجب او سالب؟ اقول لك الشغل المبذول من قوة الزنبرك قد يكون موجب وقد يكون سالب. على اساس ايه؟ تخيل معايا، انت دلوقتي لما ضغطت زنبرك بدل ما هو كان عامل كده بقى مضغوط كده، فالقوة اللي نشأة في الزنبرك دلوقتي، لو انا جبت مثلا كورة وحطيتها هنا وقمت شايل ايدي، ايه اللي هيحصل؟ الزنبرك ده هيتمدد ويرجع لموضع اتزانه، فهيزق الكورة خلال المسافة دي. فالشغل المبذول من قوة الزنبرك على الكورة أثناء الرجوع ده، هل هو بيزود من طاقة الكورة ولا بياخد من طاقتها؟ بالظبط، بيزود طاقة الكورة. كانت هنا في وضع السكون، هنا بدأت تتحرك، هتكتسب طاقة وتبدأ تتحرك بيها. فمعنى كده إن الشغل اللي بذله قوة الزنبرك على الكورة هو شغل موجب نص كي في الإزاحة اللي مشاها تربيع. وإمتى يكون سالب؟ لما يكون الشغل مبذول على الزنبرك، يعني لو هو مثلا هنا وأنا قمت ضغطه كمان، فقوة الزنبرك عكس الإزاحة اللي حصلت له، فبيكون الشغل بالسالب. فقد يكون الشغل موجب أو سالب على حسب المسألة اللي عندي وفهمي ليها. فالشغل المبذول من قوة الزنبرك بيكون سالب لو الإزاحة النهائية أكبر من الإزاحة الابتدائية. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي الزنبرك في الأول كان مضغوط دي كده الإكس إنيشال، وبعد كده قمت ضغطه زيادة إكس فاينل، ففي الحالة دي الإكس فاينل أكبر من الإكس إنيشال، ودي الإكس فاينل، يعني السالب أكبر من الإكس إنيشال، فيبقى ال WS بالسالب. لو ال X initial هي الأكبر فيبقى الموجب الأكبر، فيبقى ال WS بالموجب. وفي الملخص حاطط ملاحظات ازاي نحل المسائل، خطوات كده تعتبر اللي احنا قلناها. والمسألة دي جاية في الهيكل، فمسألة بسيطة نفس اللي احنا قلناه، حاولوا تحلوها مع نفسكم، هي والسؤال ده برضو جاي في الهيكل. طيب اخر حاجة القدرة، ودي بسيطة جدا وكنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير. قلنا القدرة هي متوسط بذل الشغل او معدل بذل الشغل، او هي مشتقة الزمن للشغل. بمعنى ايه؟ فاكرين المثال اللي احنا كنا بنقوله قبل كده دايما، انت رايح تشتري مايكرويف، لقيت فيه واحد قدرته، البياع قالك ده قدرته 1000 واط وده قدرته 1200 واط، هتشتري انهم فيهم؟ فقلنا هتشتري ده. ليه؟ لان لو انت عايز تسخن طبق معين فمحتاج مثلا وليكن 100 جول، فالاتنين هيدوا للطبق ده 100 جول. امال القدرة بتفرق في ايه؟ هي معدل بذل الشغل، يعني الزمن اللي هيبذل فيه الشغل ده. فالاتنين عايزين يدوا للطبق ده 100 جول، ولكن اللي قدرته أكبر هيدي 100 جول في زمن أقل. وده اللي احنا بدون ما محتاجينه، عايز تسخن الأكل بسرعة فعايز حاجة قدرتها أكبر تدي طاقة أكتر في وقت أقل،
فهي معدل بذل الشغل. فالبي هي الدي دبليو على دي تي، وقلنا دبليو هي الاف في التي في الدي، وبالتالي دي على تي يعني مسافة على زمن فهتساوي السرعة. فالقدرة هي ناتج ضرب قياسي ما بين متجهي السرعة والقوة، فبتساوي مقدار القوة في مقدار السرعة في كوزين الزاوية ما بينها. ومتوسط القدرة هي عبارة عن الدبليو على الدلتا تي، والدبليو اللي هي نص ام بي سكوير. انت ممكن تشيل الدبليو دي وتحط اي حاجة تكافئها. فلو الشغل المبذول ده هو اتنقل في صورة طاقة حركية، فاقول ان هو بيساوي نص ام في سكوير على دلتا تي. وبرضو بنفس الكلام الشغل بيتقاس بالوات، وممكن اجيب الوحدات المكافئة ليه، ان هي نيوتن في متر على الثانية، او ان هي كيلو جرام في متر على ثانية لكل تربيع، وعندي تحت كمان ثانية، فكيلو جرام في متر تربيع على ثانية تكعيب. فتقدر من أي معادلة قدامك تجيب الوحدات المكافئة. طيب من الحاجات المهمة اللي لازم تكون عارفها هو تحويل وحدة الوات للهورس باور. يعني تسمعوا كتير عن العربية دي قدرتها قد ايه، يقولك قدرتها 100 حصان 200 حصان. ايه الحصان ده؟ الوات ده هو وحدة قليلة قوي ان احنا نتكلم بيها في قدرة سيارات. القدرة بتاعت السيارة هو البادي بيبقى كبير والكتلة كبيرة، فعايزة قدرة كبيرة، فبنتكلم في الافات الوات. فاخترع وحدة اسمها الهورس باور او الحصان. الهورس باور ده هو عبارة عن 746 وات، هي وحدة اكبر من الوات عشان نقدر نتكلم في وحدات كبيرة زي قدرة السيارات. فعايزك تبقى عارف ان الهورس باور 746 وات، لان ممكن يكون جايب لك المسألة عادي وتجيب الناتج بالوات، بس هو حاطط لك الاختيارات بالهورس باور، فلازم تقسم الناتج على 746. ومن ضمن وحدات الطاقة برضو اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هو الوحدة اللي بيجي لنا بيها فاتورة الكهرباء، هي كيلو وات في اور. فقلنا ان كيلو وات اور هو عبارة عن 3.6 في 10 اس 6 جول. طيب متوسط القدرة اللازمة لزيادة سرعة الجسم من وضع السكون الى السرعة في فترة زمنية معينة يتناسب طرديا مع كتلة الجسم. يعني اتفقنا ان البي بتساوي الام في سكوير على 2 دلتا تي. فمتوسط القدرة اللازمة عشان اسرع جسم من وضع السكون لسرعة في بيتناسب مع الام. كل ما الام زادت كل ما كانت القدرة اللي انا محتاجها ازيد. وبتساوي الطاقة اللي استهلكها الجسم ناتج ضرب متوسط القدرة في الفترة الزمنية. يعني احنا بنقول ان القدرة هي عبارة عن معدل نقل الطاقة، سواء كانت الطاقة دي عبارة عن شغل او عبارة عن طاقة حركية. فلو انا عايز الطاقة المفقودة او الطاقة اللي اتنقلت بسبب جهاز معين، هي عبارة عن قدرة الجهاز في الزمن. يعني لو عندك التلفزيون ده بيشتغل وهو قدرته 1000 واط، عايز كمية الطاقة اللي استهلكها خلال الساعتين اللي انت اتفرجت فيهم على ماتش، فهتقول لي عبارة عن القدرة بتاعت الجهاز ده في الزمن اللي اشتغل، ف 1000 واط في 2 ساعة وحولها للثانية، اجيب القدرة او الطاقة اللي فقدها او استهلكها خلال المدة الزمنية دي. فهنا في الهيكل برضو عايز نعرف ايه هو قانون القدرة، ودي امثلة عشان يعرفنا الوات دوت عبارة عن ايه، والمثال ده برضو مطلوب في الهيكل، ومثال بسيط مفهوش حاجة. طيب هنا معلومة بسيطة، بيقول ان لما فرض الحظر عام 1973 اثناء الحرب ودول الخليج لما قطعت النفط عن الغرب، فايه اللي حصل؟ الغرب كان بيصنع عربيات كتلتها كبيرة، فاتفقنا ان هي كانت محتاجة قدرة كبيرة، وبالتالي كان الوقود
يعني مثلا الواحد لتر بنزين كان بيمشي العربية ديت 100 كيلو، فعشان كان محتاج قدرة كبيرة، وبالتالي لما اتقطع النفط فكانوا عايزين يزودوا كفاءة الوقود، يعني عايزين يقللوا القدرة اللي محتاجينها عشان العربية تمشي، فاللتر ده يمشيها أكتر، فما نبقاش محتاجين نفس كمية الوقود اللي محتاجينها لأن في نقص في الغاز. فعملوا إيه؟ قاموا مقللين الكتلة بتاعة السيارات، فقالوا إن لما قللوا الكتلة بتاعة السيارات من 2100 كيلو جرام ل 1500 كيلو جرام، في الفترة دي قللوا متوسط القدرة اللي كانت محتاجاها السيارة من 160 هورس باور ل 110 هورس باور. ده أدى لإيه؟ إن زادت كفاءة الوقود، بدل ما كان 10 ميل بير جالون، يعني الجالون الواحد كان بيمشيها 10 ميل بس، بقى بيمشيها 18 ميل. فده من ضمن الحاجات الربط بالحياة اللي احنا فيها يعني. وآخر مثال ده عن طاقة الرياح، ملوش لازمة، والمثال الأخير ده كويس برضو ولكن مش في الهيكل. فكده خلصنا شرح الوحدة الأولى. يا رب يكون كل شيء واضح، حاولوا تحلوا مسائل كتير على قد ما تقدروا، ولو واقف حاجة معاكم ابعتوني وأشوفكم على خير.